السلام عليكم. عتمة الحال وظلمته ليست قدراً يتوجب عليك الاستسلام له والقبول أو الرضا به، بل هي حافز وسبب ودافع لكي تبحث وتفتش نفسك عن وسيلة إنارة. لأن الرضا بهذا الوضع خنوع واستسلام، بل وذم كبير حينما تجعله أول خياراتك دون أن تجتهد وتحاول التغيير. استبشر وتفاءل، فالقادم البعيد لمن اجتهد وتحمل وصبر أجمل بإذن الله وتوفيقه. والله يحفظك. يحفظك.